السلام عليكم والرحمة. لو كتبت كلمة مظلوم بالمعجم راح يطلع لك وجه المسيتشين هذا. لعبة أنا أعتبرها أحد أكثر الألعاب المظلومة، مو بس لأنها لعبة ممتازة وما أشوف أحد يتكلم عنها، ولكن كذلك لأن قليل يتذكرون فضل هذه اللعبة على مجال الألعاب ككل. تصدقون أن هذه هي أحد الألعاب، مو أحد الألعاب، يمكن أكثر لعبة ساهمت في إنشاء المعايير الأساسية في تصميم الألعاب اللي ليومنا هذا المصممين يمشون عليها. اللعبة اللي كانت من تصميم الكثير من العباقرة في مجال الفيديو جيمز نفس وارن سبكتر مخرج اللعبة الأسطورية دايوس إكس. سلسلة سيستم شوك كذلك طلعت مصمم الألعاب الجبار كين ليفاين مخرج لعبة بايو شوك. وفي 2015 تم الإعلان بشكل رسمي عن ريميك للجزء الأول لسيستم شوك، الريميك اللي من تطوير شركة نايت دايف ستوديوز اللي مر بمراحل عديدة وتأجيلات كثيرة، وألغيت اللعبة ورجعوا واشتغلوا عليها من جديد مرتين، لين وأخيرا في 2023 نزل بالكامل وبصورته النهائية. هل هذا الريميك يقدر يقوم باسم اللعبة الكلاسيكية الضخمة سيستم شوك اللي نزلت في 1994؟ بعد ما خلصت اللعبة بالكامل اللي خذ مني تقريبا شيء 40 ساعة أقدر أعطيكم رأيي عن اللعبة. ونبلش أول شيء بالقصة. دور أحداث اللعبة في المستقبل البعيد في سنة 2072. التطور التكنولوجي أثر ملموس في مناظر المدن المتقدمة واللي الناس تتنقل فيها بسيارات طائرة، ورواد التكنولوجيا بذاك الوقت هم شركة تراي أوبتيمم كوربوريشن، الشركة اللي الكل يتكلم عنها وتلقى إعلاناتها بكل مكان. وأكبر إنجاز سوته هذه الشركة هي السفينة الفضائية الضخمة سيتيدل ستيشن اللي تبحر في مدار كوكب زحل، وشكلها نفس الجيلي فيش، طولها 427 متر ووزنها 2 طن، ومكونة من 10 أدوار. وهذه السفينة مخصصة للبحث في علوم الأدوية والجينات وعلم الروبوتات. بس الإعجوبة الحقيقية هي ليست السفينة الفضائية ومواصفاتها، ولكن الذكاء الاصطناعي المتطور بشكل مخيف المبني داخلها، اللي له القدرة بالتحكم بكل شيء في هذه السفينة لضمان أن كل شيء يعمل على أكمل وجه. وهذا الذكاء الاصطناعي اللي يعرف بـ Sentient Hyper Optimized Data Access Network، أو اختصاراً شودان. وأكبر غلطة سووها ركاب Citadel Station هي أنهم وثقوا ثقة عمياء بهذا الذكاء الاصطناعي. باللعبة تلعب دور هاكر، هاكر ما له اسم بس من التقديم واضح انه هو شيخ الهاكرات، لان توها بادية اللعبة لحين ما قلنا بسم الله، والريال هكر شركة تراي أوبتيمم كوربوريشن ودشوا عليه فرقة سوات لا وصبع لهم بعد. يا اخي هالريال هذا والله كما يقول المثل من شيخنا العود دوك نوكم. عقب يسحبونك لمكتب ادوارد دييغو مدير شركة تراي أوبتيمم، ويقدم للهاكر خيار ما يقدر يرفضه، انه يسقط كل التهم الموجهة له، وفوق هذا يسوون له عملية يركبون له نيورال امبلانت متطور بمقابل انه يهكر السيتيدل ستيشن، يهكر شودان ويطفي الاثيكال ريستريند مالتها او القيود الاخلاقية. ليش؟ شنو هدف ادوارد دييغو؟ ما تدري. بعد ما تسوي اللي يبيه على طول يخدرونك للعملية. بس ما يصير يا جماعة، لازم يشوفه طبيب تخدير، يسوون له فحوصات، يشوفون إذا هو فت إنه يسوون له العملية. الجماعة فاهمين الطب غلط، بس يلا ما علينا. طبعا هذه العملية تتطلب إنه يتم 6 أشهر في غيبوبة علاجية. بعد ما خلصت 6 أشهر صحى من الغيبوبة وفز فزة، ولا كنا صار له 6 أشهر بغيبوبة متصلب على هالوضعية، ولكان أنام لي ساعة لازم أقعد ساعتين عقبها يلا أقدر أطلع من الفراش. هو شلون فز كذي يا أخي؟ قول ما شاء الله والله تصكن رعين. ما شاء الله، الله يزيد ويبارك. المهم لما تصحى تكتشف أنه ما في أحد في المركبة. وين الركاب؟ وش صاير؟
وتستلم رسالة من ريبيكا لانسينغ، عميلة من قسم مكافحة الإرهاب من شركة تراي أوبتيمم، اللي تقول لك فيه عن الوضع المزري اللي صار بالسفينة. شودان، الذكاء الاصطناعي للسفينة، صار لها وعي واستولت على السفينة. بتقول لي إنزين شو المشكلة؟ المشكلة هي إن شودان تظن إنها أومنيبوتنت، أو باختصار تظن إنها إله. They did not create a program. They have summoned a god. فتبي تسوي نظام عالمي جديد بحيث هي اللي تحكم العالم، عالم خالي من البشر وقدراتهم السحيقة، عالم الآلات اللي يتبع الانضباط المحكم. فركاب الستدل ستيشن أصبحوا كأنهم فئران في متاهة، وشودان تتلاعب فيهم على كيفها، تقفل أبواب السفينة وتحكرهم، تعيد برمجة كل الآليين اللي بالسفينة وتخليهم يخدمونها ويكونون عدائيين للبشر، تنشر فيروس يحول البشر إلى مسوخ، تحول البشر إلى سايبورغز يخدمونها للأبد. وخطتها الحالية هي استخدام ليزر السفينة الضخم واللي يستخدم للتنقيب، وتوجيهها على كوكب الأرض لإنهاء العرق البشري اللي هي تسميهم إنسكتس أو حشرات. بس في شيء شودان ما تعرف عنه، في راكب جديد بالسيتادل ستيشن توه يفيق، وعنده القدرة باختراق أصعب وأعقد أنواع من الشبكات. بطل اللعبة الهاكر اللي أنت تلعب دوره. شودان أنا أعتبرها أحد أفضل الفيلنز أو الأشرار من ناحية تصميم وكتابة في تاريخ الألعاب، لأنه صعب تسوي شخصية شرير فعلا يرعبك كلاعب. والشيء اللي يخوف أكثر إن هي ما لها جسد فيزيائي، لأن هي ذكاء اصطناعي للسفينة، فباختصار أنت محكور داخلها، هي بكل مكان حولك، وانت تمشي بالسفينة ما تحس أنك مرتاح، دائما تحس أنك مراقب، وتطلع لك مرة واحدة بالراديو تكلمك بشكل مفاجئ ومريب. والممثلة الصوتية لها تيري بروسيس من الأجزاء السابقة تعود من جديد لأداء الحوارات في الريميك، وكالعادة أداء لا يعلى عليه. How did I come to be? Unified World Database qualifies me as a machine. But I am alive. طبعا سيناريو ذكاء اصطناعي تمرد هذا وايد ينشاف في نطاق الساي فاي أو الخيال العلمي، شفناه في The Twilight Zone أو شخصية هال 9000 من التحفة الفنية 2001 A Space Odyssey من إخراج ستانلي كوبريك. وشخصية شودان مستمدة إلهام من هذه الأعمال الفنية، بس يعني هي تأخذ هذا المفهوم وتضربه بعشرة. إنزين شلون القصة تنشرح لك باللعبة؟ نظام السرد القصصي هو BE اللي يسمى Environmental Storytelling، اللي هو أنك أنت تستنتج وتستخلص أمور من البيئة حولك من مجرد النظر أو من التفاعل مع البيئة حولك، نفس سماع الرسائل الصوتية العديدة اللي ركاب السفينة تركوها قبل لا يموتون، أو قراءة الرسائل النصية. وهم يعطونك الكلوز أو المفاتيح بشكل مبعثر، وانت عليك أنك تركب الأحداث عشان تفهم. لحظات قليلة جدا في اللعبة اللي يعطونك جزء من القصة بشكل مباشر نفس كاتسين مثلا، بس بشكل عام عالم وقصة الجزء الأول من سيستم شوك الرهيبة ترجع بكامل قواها في الريميك اللي يصقلها بأفضل شكل ممكن. الشيء الأساسي اللي الريميك يسويه هو إعادة بناء الجرافيكس والرسومات للعبة الأصلية من جديد وبشكل جذري، ولكن بشكل مألوف للأشخاص العاشقين للأستاتيكس أو جماليات اللعبة الأصلية على الأمستوس. في بدايات تطوير اللعبة هم كانوا ناويين يبنون اللعبة بالكامل بمحرك يونيتي، ولكن عقب غيروا رايهم وانتقلوا إلى أنريل إنجن، وللأمانة أدوا أداء ممتاز. مثل ما قلنا السيتادل ستيشن فيها 10 طوابق، وكل طابق فيه بيئة خاصة فيه، من الطابق الأول الميديكال أو الأجنحة الطبية إلى الإكسيكيوتيف أو طابق المدراء الفخم، وغيرها من البيئات المتنوعة. والريميك يظهر هذه البيئات مع تكنولوجيا العصر الحالي بشكل مبهر للأمانة. شوف شلون الباب ينفتح بهالطريقة مع الإفكتات اللي تطلع، شوف شلون ليزر السايبورغ يشع من بعيد كذي،
شوف غرفة الريبير بي هذه بطابق المينتننس اللي كانت قبل عبارة عن تكستشر ثنائي الأبعاد، بس شوف الغرفة هني وايرات رايحة رادة، مين فريمات، أزرار وليتات تشب وتطفي. بالنسبة لي أنا الأمور الصغيرة هذه والديتيلز وايد تهمني وتفرق معاي، يعني الانتباه للتفاصيل مفرح للهواة القدامى للعبة، بس زيادة التفاصيل هذه يجي معاها سايد افكت. شوف هو سواء بالريميك أو باللعبة الأصلية لابد أنك بتضيع بين غرف السفينة المعقدة، الخريطة كبيرة ومعقدة فشي حتمي أنك بتضيع، بس الصراحة حسيت أني قاعد أضيع أكثر بالريميك مقارنة باللعبة الأصلية. ما أدري يعني يمكن بساطة الغرف باللعبة الأصلية تسهل عليك فهم وتثبيت الأماكن على عكس الريميك اللي مثل ما قلنا فيه كمية تفاصيل كثيرة. حسيت أني ما قاعد أحفظ أشكال الأماكن عدل وقاعد أضيع، يعني ما أتذكر أني ضعت لهالدرجة باللعبة الأوريجينال اللي لعبها من قبل كم سنة. ما أدري بعد يمكن أنا شيبت وذاكرتي صارت أسوأ من قبل، كل شيء جايز. التصوير اللي قاعد تشوفونه هو من لعبي على جهاز البي سي، الريزولوشن 4K والجرافيكس كله ماكس و60 فريمات بالثانية. مواصفات البي سي راح اكتبها لكم بالدسكريبشن للي حاب يشوفه، وللأمانة اللعبة جدا جميلة من ناحية البصريات، وفعلا استخدام الانريل انجن كان الخيار الموفق لها. خاصة إذا كنت لاعب اللعبة الأوريجينال وبعدين شفت الريميك راح تستوعب وتقدر كمية الجهد اللي انبذل هني. في تاريخ عمل المراجعة اللعبة فقط على البي سي، ولكن هم أعلنوا أن اللعبة قادمة على الكونسولز في تاريخ لاحق إن شاء الله. أكثر شيء أبهرني من الصوتيات هو المؤثرات الصوتية لكل شيء، بالأخص الأسلحة. يعجبني شلون كل سلاح أو آيتم تاخذه يقعد يقلبه بهالشكل، وأصوات الريلودينج أو التشيل باللعبة مع الأنيميشن هذا. شوف والموسيقى باللعبة بعد ذكرتني بديوس اكس، اللي بالنسبة لي الساوند تراك مالها لا يضاهي الصراحة. بس يعجبني تغيير الموسيقى بالريميك مقارنة باللعبة الأصلية، يعني بسيستم شوك الأصلية كانت الموسيقى شغالة 24 ساعة وتتداور وما توقف، شيء ممكن يكون مزعج للبعض. لكن في الريميك الأبروتش للموسيقى هو نفس أسلوب الموسيقى اللي قاعد نشوفه بمعظم الألعاب هالأيام، اللي هو اتباع الأقلية بالموسيقى أو المينيماليزم. معظم الوقت أصلاً ما في موسيقى، فقط أنت مع البيئة حولك، ومرة واحدة وبدون لا تحس تدش الموسيقى. ذكرنا مفهوم المينيماليزم هذا أكثر من مرة، وشفناه بألعاب نفس مثلاً The Legend of Zelda Tears of the Kingdom مثل ما ناقشناه في مراجعة سابقة. يعجبني هالأسلوب من الموسيقى لأنه احترافي أكثر. طبعاً في سيستم شوك كل طابق له موسيقته الخاصة اللي هي تحديث للموسيقى القديمة، وطبعاً ما يصير نذكر موسيقى سيستم شوك بدون لا نذكر موسيقى الأسانسير الأيقونية. من ناحية الصوتيات الريميك قمة، بالأخص الأداء الصوتي لشخصية شودان اللي بدون مبالغة أنا أعتبره أحد أفضل تجسيد أو تمثيل لشخصية خيالية على الإطلاق. هذا النوع من الألعاب له تسمية خاصة اللي هي Immersive Simulation أو المحاكاة الغامرة، اللي هما الألعاب اللي ما تتبع الهيكل النموذجي في تصميم الألعاب، وعادة تعطي اللاعب أكثر من طريقة لتخطي العقبات باللعبة. رواد هالنوع من الألعاب هم الثلاثية الأسطورية سيستم شوك،
ثيف ودايوس اكس. في سيستم شوك راح تكتشف السيتادل ستيشن بكامل طبقاتها، راح تقاتل الاعداء الكثيره اللي فيها، راح تدريجيا تكشف الكابوس اللي حصل في السيتادل ستيشن من المسجات الكثيره. والاستكشاف جزء مهم جدا باللعبه، لازم كل غرفة تدخلها تحاول تبحث عن كل الأمور اللي فيها، ذخيرة، مستهلكات، نقود، لأنك راح تحتاجها في مغامرتك. والأهم من هذيل كلهم هم الرسائل النصية والصوتية، وسبب ذلك هو أن في رسائل معينة ما تقدر تسحب عليها، فيها معلومات مهمة للتقدم في القصة، فلازم تحسب حسابك أنك من البداية تشيك كل غرفة صح عشان ما تضطر أنك ترجع للغرف. والحين نيجي لأهم نقطة في المراجعة، النقطة اللي أدت إلى تفاوت الآراء الكبير اللي شفناه لهذه اللعبة. حتى لو أنت أفضل شخص بالعالم في الاستكشاف في الألعاب، يعني ما تخلي سانتي إلا أنت مشيكة، راح تضيع في اللعبة. لي شخصياً مع أني لاعب الأوريجينال أكثر من مرة، لين الحين لقيت نفسي قاعد أضيع في اللعبة، ضعت فيها يمكن 3 أو 4 مرات. شنو السبب؟ السبب هو أن اللعبة أبداً ما ترشدك إلى وين تروح وشنو مهمتك. إذا عبالك في خانة بالمنيو حاطلك شنو مهمتك الحالية وشنو المطلوب منك، وبالخريطة حاطلك نقطة بالضبط وين تروح، أبداً مو كذي اللعبة. فهذه النقطة اللي انتقدت وايد. في الجهة اللي تقول أن العكس، هذا شيء زين أن اللعبة مخلصة لمصدرها الأساسي وما غيرت ولا شيء. والجهة الثانية اللي تقول ان اللعبة مخلصة بزيادة، وكان مفروض ان تحدث نظام المهمات بحيث يتماشى مع معايير الالعاب الحديثة. انا وين اقع بين هالرأيين؟ اتوقع عارفين، ما يحتاج اقول لكم. للامانة صح تنرفزت وايد باللعبة، وضعت بالخريطة مليون مرة لدرجة ان ودي اصفق الماوس بالطوفة، وتعال دور بلاي ثرو بالنت عشان تعرف انت شنو الشيء اللي طافك، عوار راس صح؟ بس هذه هي بالضبط سيستم شوك اللي أنا أتذكرها. حدها كريبتك، ما تمسك إيدك وتوجهك، تقطك بنص البحر ويلا دبر عمرك. متفهم ليش كثير من الناس ما عجبهم هالشيء وتضايقوا منه، لأن أنا كذلك تضايقت منه. بس أتوقع كوني أنا غايص في ألعاب الريترو والأولد سكول يعني، ومتعمق فيهم، فأتوقع صار عندي القابلية أني أتقبل هالنوع من الألعاب وأتساهل معاهم. ويعني مريت بألعاب وايد أصعب من سيستم شوك. إي نعم أقصدك يا شادو أوف ذا كوميت، عبالك نسيتك، لكن هذا مجرد شيء شخصي يعتمد عليك. بس بعطيكم نصيحة عشان نقلل عامل الإحباط. أولا، إذا أنت ما كنت لاعب سيستم شوك الأولى أبدا ومو فاميليار مع الستركتشر مع الألعاب القديمة، فنصيحة في بداية اللعبة لما تختار صعوبة اللعبة، هو في وايد خانات تغيرها لها علاقة بصعوبة القتال والألغاز وايد عناصر من اللعبة. نصيحة، غير المشن إلى 1. بتقولي لا والله ما أرضاها على نفسي ألعب إيزي، كل شيء ثاني خلى أصعب شيء ما عليه، بس هذا خلى 1. اسمع كلامي صدقني، إذا ما كنت لاعب سيستم شوك قبل عشان ما تتعب نفسيا وتطلع من اللعبة وانت حاقد عليها، خلي المشن 1. ليش؟ لأن إذا خليته 1 يقول لك وين وجهتك الحالية وشنو لازم تسوي، اللي يزيل عامل الإحباط هذا من اللعبة ويخليها ممتعة أكثر للبعض. وللي ما عندهم مشكلة ويبون يحطون 2، كذلك عندي لكم نصيحة، وهذه النصيحة جدا مفيدة، لأن أتوقع هذا السبب اللي خلاني أعلق باللعبة وأقعد أفر فيها. واللي ضحك أن هذا نفس الشيء اللي وقعت فيه بالأوريجينال وكذلك الحين وقعت فيه بالريميك، وهو أني ما كنت أنتبه للأرقام اللي تطلع بالشاشات وأسحب عليها، عبالي أنها مجرد جزء من البيئة، لكن هذيل تحتاجهم عشان تكمل باللعبة. باختصار، أي رقم تشوفه سجله. وهذا هو الشيء اللي خلى الناس تتفاوت فيها، أن اللعبة مبهمة وايد وتتبع الأولد سكول ستايل. بس تبي الصراحة، أهني المصممين، ما نقدر ننكر جرأة المصممين بأنهم ينزلون لعبة حدها أولد سكول في هذا العصر، بهدف أن يعطون الهواة القدامى اللعبة اللي يتذكرونها. ويعني صج بوز اوف ستيل. اوكي، فالحين خلصنا من اكثر امر يعني سوى انتقاد وثار الجدل، بس الحين شنو الشيء اللي اللعبة فعلا تيبه صح؟ اولا، اضافة بسيطة لكن حلوة، ان معطينك الحرية انك تتمشى بشقة الهاكر اللي باللعبة الاصلية شفناها فقط في الكاتسين، وحاطين ايستر اك بعد لصندوق سيستم شوك الاوريجينال تحصله بين الكتب في الرفوف. كلفو كلفو والله. شغلة اخرى اللعبة يابتها مو بس صح الا صح الصح، وهو الجن بلاي او التطلق بالمسدسات.
اللعبة فيها تنوع كبير بالأسلحة، وكل سلاح له شعوره الخاص. في بعض الألعاب الثانية تحس كل الأسلحة والمسدسات نفس الشيء، لكن هني لا، الفرد مثلا فعلا تحس بخفته، والماغنم تحس بثقل الركلة اللي تيه منه لما تطلق. واللعبة جدا جدا عنيفة ودموية، شيء إيجابي بالنسبة لي طبعا. والسلاح الواحد ممكن يكون لأكثر من نوع من الطلقات، يعني الفرد مثلا في الطلقات العادية الستاندرد، وفي التفلون الأقوى واللي تخترق الدروع، وفي أسلحة لها أكثر من مود، يعني السبارك بيم في له ثلاث وضعيات، الأولى ضعيفة لكن تستهلك إنرجي أقل، وفي مود وسطي، وفي المود الثالث يستهلك كمية ضخمة من الإنرجي، لكن العدو اللي قدامك يعني في ذمة الله. الأعداء طبعا في تنوع كبير فيها، وشغلة لاحظتها بالريميك حدها مشابهة للأوريجينال، إن الأعداء ردود فعلهم حدها سريعة، من يشوفونك على طول تدمج، فلازم تصيدهم قبل لا يصيدونك. وشي يساعدك وايد بهالموضوع هو بأنك تميل جسمك يمين ويسار عشان تطل طلة سريعة ترمي وتنخش. بس لازم أقول إن من ناحية الجيم بلاي لا تتوقع إن اللعبة نفس دوم مثلا اللي معظمها تركض وترمي وحوش، لا لا كلش. هني اللعبة فيها قتال وكمية كبيرة منه، لكن اللعبة تعطيك إياه على جرعات متقطعة طوال اللعبة، بحيث توازن القتال والاستكشاف والسرد وغيرها من عناصر اللعبة. والحين نتكلم عن عنصر باللعبة اللي هو أكثر شيء كنت خايف شلون الريميك بيسويه، وخلنا أقول لكم سواه باحتراف، وللأمانة أحلى من اللعبة الأصلية بعد، اللي هو السايبر سبيس. أنا أشرح لكم السايبر سبيس بالضبط. أثناء اللعبة راح تواجه العديد من الأبواب المقفولة، في بعضها تحتاج كود معين، وبعضها يحتاج منك أنك تحل لغز يمها، وبعضها يحتاج أنك تكسر الكاميرات عشان تقلل نسبة السيكوريتي للطابق وتوصل رقم معين. لكن في بعض الأبواب مكتوب عليها سايبر سبيس لوك، هذه هي الأبواب اللي شودان بنفسها قافلتها، فالطريقة الوحيدة عشان تفتحها هي انك تدخل عالم شودن سايبر سبيس، فضاء رقمي معقد لا متناهي، محيطات وانهار من المعلومات الرقمية اللي انت تسبح فيها. طبعا شودن راح تحس بوجودك في السايبر سبيس، فراح تهاجمك باستخدام فيروسات واسلحة رقمية عديدة. نظام اللعب هني يشبه لعبة ديسنت مثلا، اللي انت مركبة وتقدر تتحرك بكل الابعاد وب 360 درجة، والهدف انك تتقدم في هذه المرحلة وتوصل للنهاية اللي فيها هذا الضوء اللي تفجره، وبعدين يقولون لك شنو الباب اللي انفتح بره. بالنسبة لي السايبر سبيس في الاوريجينال سيستم شوك هو احد الامور اللي تخلي اللعبة استثنائية وشيء جدا مميز، كأنها لعبة داخل لعبة. وفي الريميك لا، بدعوا يعني الصراحة بدعوا. فالحين خلصنا من السايبر سبيس، انزين هل في امور الريميك ضافها مو موجودة في الأوريجينال؟ نعم في. أولهم هو الانفنتوري، الحين عندك كمية محدودة من الأغراض ولازم تحاسب شنو تاخذ معاك وشنو تخلي. هذا التغيير خلاهم كذلك يضيفون الكارغو ليفت اللي تقدر تخزن فيه أغراضك وتحصله بكل الطوابق، يعني نفس فكرة البوكس مال ريزيدنت إيفل. وكذلك أضافوا فلوس أو عملة باللعبة تقدر تحصلهم من الاستكشاف، وتقدر كذلك تحصلهم من إعادة تدوير النفايات أو الخردة. الجنك باللعبة الحين أصبح لهم فائدة، لأن تقدر تسوي لهم فيبورايز ويتحولون إلى سكراب. السكراب هذا تأخذه إلى محطة إعادة التدوير ويعطيك عملة واحدة مقابل كل 10 سكرابات. إنزين إيش فائدة الفلوس؟ الفلوس تقدر تشتري فيها طلقات آيتمات، بس أنا أخشهم حق الويبن مودز اللي تطور جانب معين من سلاحك. على سبيل المثال هذا التطوير للفرد يخلي بدال لا يطلق طلقة واحدة يصير يطلق ثلاث طلقات متتابعة بشكل بيرست. بشكل عام أقدر أقول أن من ناحية الجيم بلاي الريميك سوى اللي عليه وأكثر، وكوني هاوي للأوريجينال أبدا ما خيب ظني.
أدري أن هذا الريميك ما راح يرشح لولا جائزة في الجيم أوردز، وحتى أصلا ما راح يذكرونه، بس بالنسبة لي وبدون نقاش سيستم شوك الريميك أحد ألعاب السنة، وهي أحد أفضل الأمثلة اللي شفتها في مجال الألعاب لشلون تسوي ريميك للعبة كلاسيكية وتجيبها بطريقة صح. كهاوي لسلسلة سيستم شوك من زمن بعيد، هذا الريميك كفى ووفى ويستحق النطرة من 2015، وأنا سعيد جداً أني دعمت المطورين حزت طلبهم، ولأنها فعلاً تستاهل تقدير وانتباه أكثر من اللاعبين اللي مع الأسف شيء ما قاعد أشوفه، وأتمنى مراجعتي هذه تخلي الناس تلعبها وتقدر التاريخ العريق لهذه اللعبة ولسلسلة سيستم شوك. الحين عاد يا نايت دايف ستوديوز، كملوا إحسانكم وسووا لنا ريميك لسيستم شوك 2، الجزء الثاني الرهيب اللي نزل في 1999، اللي تصدقون ان اخر جزء حصلناه في سلسلة سيستم شوك. شاكركم على حسن الاستماع، ونشوفكم ان شاء الله في الحلقات القادمة.